السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنطرقوا لانغوجيسترمون ديال لو سون ديالنا اي لا ترانسفورماسيون ديال لا بريزونطاسيون ديالنا اون فيديو. دونك بالنسبة لجوجل سلايد لي بوسيبيليتي اللي هما كاينين هو اننا نقدروا نتيليشارجيو اولا نانستاليو دي زيكستونسيون اولا دي مودول اللي غادي يخليونا نسجلوا الصوت ديالنا او ميم طون مع لا بريزونطاسيون ديالنا ومن بعد نحولوها لاون فيديو. دونك هاد لي زيكستونسيون ماشي غراتوي، يعني خصنا ضروري نشريو دوك لي زيكستونسيون. دونك اما فيما يخص واحد لوتي اللي يكون انتغري لجوجل سلايد، ما كاينش شي اوتي انتغري لجوجل سلايد و تيخلينا نسجلوا الصوت ديالنا، ولكن تيبقى هاد لي زيكستونسيون كما قلت لكم اللي هما ماشي غراتوي وكيعطيونا لا بوسيبيليتي اننا نسجلوا الصوت ديالنا اولا نسجلوا واحد لا فيديو اللي فيها 5 دقائق فقط، ما كديباسيش 5 دقائق. يعني الا كنت بغيت نسجل واحد لا فيديو ولا نحول واحد لا بريزونطاسيون ديالي اون فيديو اللي كتعدى 5 دقائق خاصني نشري ليكستونسيون. دونك انا غنستعرض معكم بعض لي زيكستونسيون اللي هما يقدروا يخليونا نسجلوا هاد لا بريزونطاسيون ديالنا سو فورم فيديو، ومن بعد غنعطيكم الحل اللي هو ساهل من بعد باش نسجلوا لا بريزونطاسيون ديالنا ونردوها سو فورم دو فيديو. دونك نبداو بلي زيكستونسيون ديال جوجل كروم. لي زيكستونسيون ديال جوجل كروم كنمشيو اول حاجه كنمشيو لجوجل وكنديروا كروم ويب ستور. ويب ستور هاد جوجل هاد كروم ويب ستور كيدينا لواحد لو سيت اللي هو فيه لي زيكستونسيون اللي تابعين اللي كيتانستالاو مع جوجل واللي كيعطيونا دي بوسيبيليتي زايدين اولا دي زوتي كي نو بيرمي دو فير بوكو دو شوز. دونك هنايا غادي نمشيو لهنايا ناخذ واحد لوتي اللي غادي يخلينا نديرو نسجلو لا فيديو ديالنا اللي هو سميتو Awesome. Bien sûr, ma kinch gir hada, c'est un exemple li bghit nkhdmo ma3kom, walakin lqit bzaf dial les extensions li mumkin ykhliwna nsjlou li video, walakin aghlabiya dialhom kollhom kiyatiwna ma kayfutouch ma3na 5 dqiq dial ttsjil, bihit annahu la bghiti tsjel akthar men 5 dqiq khassek daruri tchri l'extension. دونك هنايا انا غنعطيكم غير هذا المثال هذا، ولكن من بعد غنرجع معكم الحل النهائي اللي غادي نقدروا نسجلوا به حتى ساعه ولا اكثر كاع من ساعه ديال التسجيل. دونك نمشيو لهاد اوسم سكرين شوت. سكرين شوت نمشيو لهاد اوسم سكرين شوت، نديروا اسباس هنايا ها هي. Donc voilà, on a déjà je l'ai installé. Donc l'installation se fait d'une manière facile. Donc on dirait suivant, ou on va atteindre la synchronisation avec le compte d'Yana. Donc vous cliquez suivant et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous installez comme l'extension que vous avez comme Hanaya, had la barre Hanaya le fond. Donc had awesome screenshot. غادي نحاول نستعملوه دابا ونشوفوا لي بوسيبيليتي. دونك كيفاش غادي نسجل انايا لا فيديو ديالي نرد ديابوز او لا بريزونطاسيون ديالي سو فورم دو فيديو. غادي نمشي لونسي لا ليكتور ديال لا بريزونطاسيون ديالي، نبدا من الاول لا بريزونطاسيون ديالي بويسكو جو في نبدا من هنايا. دونك غادي نرجع لهاد لا بارتي لتحت لهاد لا باغ فلوطونت، غادي نمشي نكليكي هنايا باش غادي نصغر لا بريزونطاسيون ديالي باش غتبان ليا هاد ليكون هذا ديال اوسم باش نكليكي عليه باش نبدا لونغوجيسترمون. دونك غادي نجي لهنا ونبرك. دونك هنايا لي بوسيبيليتي اللي كاينين هو انه ممكن بعدا انا كيبان لكم لو ميكروفون ديجا اكتيفي يعني خدام، وهنايا بالنسبه لي بارامتر اللي نقدروا نخدموا عليهم هو لا ريزولوسيون. ها هي الا بغيت مثلا اتش دي نسجل بواحد لا ريزوليسيون اتش دي ولا فول اتش دي ولا حتى 4 كا اللي هي لا بلو غروند ريزوليسيون اللي نقدروا نسجلوا بها لا فيديو ديالنا. دونك هنايا
ونرجع هنا سيف سيف فيديو تو، يعني فين بغينا يسجلوا، في لو ديسك دور ولا في لو كلاود. ملي تنقول لو كلاود يعني في درايف او لا في نابورت كيل بارتي في الانترنت. دونك هنايا تيكون على العموم غيكون درايف. دونك حنا غادي نمشيو نخليو لوكال باش نسجلوه في لورديناتور ديالنا. دونك الا بغينا نبداو التسجيل كنبركو على ستارت ريكوردينغ. دونك هاد هنايا الا شفنا هنا تحت هاد لو بوتون هذا اب تو 5 مينيتس بير فيديو. دونك هنا الا بغيتي تسجل اكثر من 5 دقائق، دونك هنا خصك تمشي تدخل لهاد لا بارتي ان لوك ليميت. دونك هنايا هنا كيقولوا لك خصك تشري. دونك يا اما كيعطوك هنا لي زوفر ديالهم، كل اوفر عنده امتيازات ديالو. دونك هنا لوفر بازيك ولا الاساسي، دونك في 4 دولار بار موا. هذا زيد بروفيسيونيل، دونك هذا تيعطيك 5 دولار بار موا. هذا ديال الفريق تتخلص 25 دولار بار موا، يعني 5 دولار بالنسبه ل 5 ديال لي زيتيليزاتور. الا جينا درنا 5 في 5 هي 25 دولار. بيان سور هذا ديال لو جروب تيكون زايد شويه على لي زوتر لي زوتر اوفر. دونك حنا بالنسبه لينا غنستعملوا لوفر غراتوي اللي غنسجلوا فيه 5 دقائق. دونك غادي نمشيو لهنايا نبركوا على هذه ونبداو لونجيسترومون ديالنا ونبداو التسجيل او ليكسبليكاسيون ديالنا ديال لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك كنختار هاد كيما شفتوا في الميت راه ديجا عندنا هاد لو بارطاج، كتختارش من بارتي. دونك حنا بغينا هاد لا فينيتر هادي نديرو بارطاجي ويبدا لونجيسترومون. دونك هنايا كيعطينا هو بدا. دونك لا فورماسيون جوجل سلايد، dans cette formation on va voir les axes suivants ou les points suivants: lancer Google Slide, ajouter les diapositives, mise en forme du texte, ajouter les liens hypertexte. Pour lancer Google Slide, on va commencer, on va ouvrir d'abord notre drive, Google Drive. Après on va cliquer sur nouveau puis choisir Google Slide. Pour ajouter des diapositives, on va cliquer sur plus pour ajouter des diapositives. La mise en forme du texte se fait d'une manière exactement comme Microsoft Office Word, comme Google Docs, etc. Donc la boîte à outils ou la barre d'outils qui contient les boutons gras, italiques, soulignés, etc. Pour ajouter des liens hypertextes, donc un lien hypertexte c'est un texte cliquable ou une image cliquable. Ça veut dire lorsque je vais cliquer sur l'image, je vais passer directement vers une autre page ou une autre diapositive ou vers un autre site. Donc il va nous ouvrir une autre fenêtre, soit dans cette présentation ou à l'extérieur de cette présentation. L'insertion des graphiques, donc on va voir comment insérer des graphiques à partir de, et on va voir comment modifier les données dans Google Sheets. Donc on va voir aussi l'insertion des formes. Donc comme ça on continue notre enregistrement et explication des diapositives. Après je clique sur le bouton et je clique sur stop. Donc stop, l'enregistrement dienna ou la vidéo dienna كتبان automatiquement هنايا في la vidéo فهاد la fenêtre هادي. Donc الا بغينا نسجلوها دونك غنمشي لهنايا ندير download. هي غادي تسجل لنا في الاورديناتور، يطلب منا فين بغينا نسجلوها. نسجلوها مثلا هنا في لو بيرو مثلا ديالنا وندير انريجستري. وي هنا ديجا كاين عندنا سمينا شي حاجه، هنا نعاود نعطيو شي نوتر نو formation 1. Donc هنايا on dit enregistrer. Voilà, notre vidéo s'enregistre dans notre ordinateur. Donc هذا بالنسبه لا possibilité اللي كتعطيها لنا جوجل سلايد او لي extensions ديال جوجل. Donc كاين d'autres extensions اللي نقدروا نستعملوهم، ماشي اكستنسيون، كاين بزاف ديال الاكستنسيون. هنايا كاين هذا الاكستنسيون هذه ديال كلاب بورد، دونك او لا ستوري اكسبريس. دونك هادو كلهم تيعطيونا لا ميم شوز، 5 دقائق ديال التسجيل بحال وبحال او سم سكرين شوت. عندنا اوسي
لي موديل، لي موديل اللي هما هادو كنقدروا ندخلوا لهنايا تيليشارجي ان موديل بحال مثلا هذا كرياتور ستوديو. دونك الا كليكينا عليه هو نديرو كرييت هو كرييت فيديو. دونك هاد كرييت فيديو حنا غادي نشوفو هنايا كيعطينا واحد لو فولي هنا ادغوات اللي حتى هو كيعطينا دي بوسيبيليتي دونغوجيستري، مي ماشي كلشي باسكو سي با غراتوي. دونك هنايا كنشوفو هنايا الا بغيت نسجل مثلا فيديو بالصوت هنا كيعطيها لنا ديزاكتيفي، سافو دير الا بغيت نخدم بها خصني ضروري نشري لو برودوي ديالي، خصني ندير ابغريد وغادي يعطينا باش نشري. دونك هنا تيعطينا شحال من دولار خصنا باش نشريو هاد لو برودوي. دونك حنا بالنسبه لينا ما غنستعملوش هاد لابارتي هادي، حتى هي نفس الشيء كيعطيك فقط تسجل فيديو بلا صوت، وحنا ما عندنا ما نديرو بهاد لو موديل هذا. دونك الحل النهائي اللي يمكن نعطيكم انا بالنسبه باش نردو لا بريزونطاسيون ديالنا فيديو، نحولوها تيليشارجيوها في لورديناتور ديالنا بحال هذا الشكل هذا، كنمشيو للفيشيي تيليشارجي لا بريزونطاسيون ديالنا ونديروها سو فورم مايكروسوفت باوربوينت. دونك غنتيليشارج نتيليشارجيوها ونفتحوها هنايا في لورديناتور ديالنا سو فورم باوربوينت. غير بغيت نقول لكم هنا بالنسبه للونجيسترومون او باش تحول واحد الفيديو ديالك لواحد لا بريزونطاسيون ديالك الفيديو، خاص ضروري يكون عندك باوربوينت او لا اوفيس اوفيس يا اما 2010 او لا 2013 او لا 2016 او لا 2019، يعني 2007 ما فيهاش كيفاش تحول واحد لا بريزونطاسيون للفيديو. دونك نمشيو معكم نمشي معكم الباوربوينت. انا غنفتح هاد لا بريزونطاسيون ديالي في باوربوينت غادي نشوفو كيفاش يمكن ليا نسجل لا فيديو ديالي بالطريقه اللي شفناها. هي طريقه بحال اللي شفناها دابا في ديك اوسم سكرين شوت، نفسها غير هنايا غنوريكم لا ميثود اكزاكت. دونك هادي هي لا بريزونطاسيون ديالنا. غادي نمشيو لهنايا غادي نبدا التسجيل ديالي، غادي يمشي دياغوراما غنلونسي لو دياغوراما وغادي يمشي لهنايا اونغوجيستري لو دياغوراما. غنبرك هنا يا اما غادي نبدا من لا بروميير ديابوزيتيف. هنا عندنا هاد مايكروسوفت باوربوينت في هاد المساله هادي كيعطينا هاد لا بوسيبيليتي زوينه بزاف، يعني اون فوا نقدر نسجل مثلا بريزونطاسيون ببريزونطاسيون، ما نسجلش باردون ديابوزيتيف بديابوزيتيف، يعني ماشي بالضروره نسجل من الاول حتى الاخر، لا نسجل ديابوزيتيف ونحبس نرتاح مع راسي ونسجل عاوتاني لا ديابوزيتيف الثانيه انسي دو سويت. دونك هنايا غادي نجي لهنايا وندير اونغوجيستر كومونسي لونغوجيسترومون او ديبي ديماري لونغوجيسترومون ا بارتير دو لا ديابوزيتيف ديماري لونغوجيسترومون ا بارتير دو لا ديابوزيتيف اكتويل، يعني نقدر نبدا من هنا من هاد لا ديابوزيتيف نبدا التسجيل ديالي. سافو دير انا نبقى اش غندير، غنسجل لا بروميير ديابوزيتيف ونحبس، هيا ندير كومونسي لونجيسترومون او ديبي نبدا وندير انغوجيستري ونبدا نسجل. هيا فورماسيون جوجل سلايد اون فا فوار دون سيت فورماسيون لي بوين سويفون لانسي جوجل سلايد، اون فا فوار كومون اجوتي دي ديابوزيتيف، اون فا فوار كومون متر ان فورم ان تكست، اون فا فوار اوسي كومون اجوتي لي ليان هيبر تكست. اون باس ا لا دوزيام ديابوزيتيف. Donc, comment lancer le Google Slide? Donc, pour lancer Google Slide, je vais lancer d'abord Google Drive. À partir de Google Drive, je vais trouver le bouton nouveau. Donc, je vais choisir Slide, Google Slide. Et comme ça, je vais obtenir l'interface de Google Slide. دونك حد الان سي بون نقدر نحبس انا هنا كنبرك على لو بوطون ايشاب ديال الكلافي ديالي وكنحبس. دونك هنايا الا جيت نشوف دابا في لي ديابوزيتيف ديالي انا كنلقى هنايا الصوت مسجل، ها هو الصوت مسجل هنايا. كنلقى الصوت مسجل في لي ديابوزيتيف ديالي، ها هي. دونك الصوت تيبقى مسجل عندي هنايا، بغيت نكمل التسجيل ديالي كنمشي عاوتاني لا ديابوزيتيف اللي مازال ما كملتهاش، مثلا نبدا من هنايا، ها هي وندير عاوتاني ديماري لونجيسترومون ا بارتيغ دو لا ديابوزيتيف اكتويال، ونكمل التسجيل ديالي اونجيستخي، ها هو يعطيني هاد لا ديابوزيتيف ونكمل،
Pour ajouter des diapositives, donc je clique sur le bouton plus pour ajouter d'autres diapositives. Donc après, les diapositives, fichier, exporter. Ah, pardon, final PowerPoint. Pardon, exporter. Ou qu'on dire créer une vidéo. Ou qu'on dire créer la vidéo. Donc, il y a qui a été lié sous forme de MP4, il y a eu un sejloan, ou le mettre dans le bureau, ou qui sejloana la vidéo. Donc, il y a une fois, j'ai la présentation, il y a il suffit de supprimer, on a eu un sejl, الصوت ديالي ولا الشرح ديالي في هاد لا ديابوزيتيف بوحدها وكندوز لي زوطرو ديابوزيتيف هكا كنكون تنتحكم انايا في لي ديابوزيتيف ديالي في ليكسبليكاسيون ديالي وما كنتعبش راسي في التسجيل. الى هنا كون وصلت للدرس الاخير بالنسبه لهاد جوجل سلايد بقى لي غير واحد لو بوين قبل ما نسالي واحد لو بوين نرجع ليه ما شرحتوش مزيان هنا بالنسبه لي زيماج هاد لي زيماج ممكن نماسكيهم ب اون اوتر فورم مثلا هنا ناخذ اكزامبل مثلا ها هي ماسكي اون فور نديرها بحال الشكل هذا نماسكيها بهاد لا فورم هادي دونك هنايا لو كادر ديال هاد ليماج اللي خديت انا كياخذ لا فورم ديال لو كادر ديال لا فورم اللي بغيت انايا مثلا هنا ناخذ واحد انسيغي اون ايماج ها هي انسيرسيون ايماج ا بارتير دو ويب ندير واحد لا ريشيرش ندير هنا مثلا شا نختار مثلا واحد لو شا من هنايا ندير واحد لو كادر مثلا هاد لو شا هذا ندير انسيغي غنصغر ليماج ديالي شويه وغناخذ واحد نماسكيها بواحد هاهي ماسكي ليماج وناخذ واحد لافورم مثلا ندير ليه بحال هاد الشكل هذا دونك حتى لهنا دونك انا وصلت للنهايه ديال هاد الدرس هذا وهذا كان اخر درس بالنسبه لهاد السلسله ديال التكوين الخاصه بجوجل سلايد نتمنى تكون عجبتكم وفي النهاية أقول دائما بالنسبة لي مازال ما اشتركش معنا في القناة يشترك في القناة وما ينساش تفعيل الجرس باش يتوصل دائما بجديد وإذا كان عندكم شي تعليقات أو عندكم شي مواضيع بغيتوني نطرق ليها بالنسبة لهاد لي فورماسيون هادو اكتبوهم في التعليقات وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.